وزارة الصحة والسكان أعلنت امبارح تسجيل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أما المتعافين ف 739. سيادة الرئيس وجه الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من ديسمبر الجاي لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 شهور، وده بعد انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمنشآت الحي الحكومي. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان يعني المنصب يعني والسفير الصيني في مصر وقعوا امبارح وثيقة استلام شحنة لقاحات فيروس كورونا اللي وصلت لمصر من يومين بإجمالي 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا. كمان من الأخبار اللي معانا، وزارة الصحة والسكان أكدت امبارح الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لتلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائية، والحملة دي أكدوا أنها تفضل مستمرة لحد نهاية السنة الدراسية في جميع محافظات الجمهورية، والهدف منها فحص 15 مليون طالب في ابتدائي من المصريين وغير المصريين المقيمين بمصر. شركة مياه الشرب في القاهرة أعلنت قطع المياه عن مناطق عرب الجسر وعرب الطويلة ووسط المدينة بالمطرية وعين شمس الغربية وشارع سليم الأول متفرعاته وابن سندر ومنشية البكري ومنطقة شيراتون والملتقى العربي والحي العاشر وصقر قريش والواحة وشارع متولي الشعراوي والسويسري به وأرض الجولف والإمداد والتموين ومساكن رامو بكرة الجمعة لمدة 10 ساعات من 8 مساء ل6 صباح السبت. كمان بفكرك ان محافظة الجيزة اعلنت ان المياه هتتقطع في العمرانية الغربية والعمرانية الشرقية وميدان الجيزة وجسر الكنيسة والمنيب والأصبجي والكنيسة واول فيصل والطلبية بكرة برضو 12 بالليل لحد السبت 6 صباحا. كمان من الاخبار اللي معانا، هيكون في غلق المحور المشير طنطاوي في الاوقات التالية. اسمع معايا، هيكون في غلق يوم الاربعاء الجاي 3/11 من 10 مساء لحد الخميس 3/6 صباحا، يبقى يوم الاربعاء اللي جاي هيغلق محور المشير الساعة 10 مساء لحد 6 صباح الخميس، ويرجع تاني في نفس اليوم الخميس يتقفل الساعة 10 بالليل ويفضل مقفول لحد الجمعة 12 الظهر من اليوم التالي. ده غلق علشان تنفيذ مشروع المونوريل.